my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. السلام عليكم واش العشران واش لافامي، معكم رايدر تينين في نوفيل فيديو، وهذا الفيديو ان شاء الله غادي تكون خاصه بالريفيو والتيست رايد ديال الدراجه اليابانيه ام تي 125 فاز 2 اللي بانت في الاخر ديال 2020 الخوت. المهم راكم عارفين البلان ديال التيست رايد والريفيو غادي يكونوا انتجري مع بعضياتهم، خليكم معنا وما تنساوش الخوت تفرجوا في الفيديو ديال الاكس ار دي في تيست رايد والريفيو اللي خليت مؤخرا. صافي الخوت يلا على بركة الله. اول حاجة غادي نبداو بها واللي ديما هي الاهم بالنسبة لكم، فهاد الدراجة الثمن ديالها كيتقدر ب 62 الف درهم مغربي، اي 6 مليون و 2000 درهم، داخل فيه مصاريف تسجيل اي ليماتريكولاسيون او البلاكا. كيف ما كتشوفوا معايا فهاد الدراجة كتبان صغيرة في الحجم ديالها، وهذا الشيء علاش مزيان بالنسبة للناس اللي عندهم 16 او 17 سنة واللي مازال ما عندهم الحق في الحصول على رخصة السياقة من صنف A اللي خاصة بالدراجات اللي كتفوق الاسطوانة ديالها 150 سنتيمتر مكعب، واللي عندهم الحق غير في الرخصة من صنف A1 اللي تقدر تسوق بها هاد الدراجة. نهضروا دابا على الشكل الهندسي ديالها اللي كيجي ريادي وعدواني في نفس الوقت، وذلك انطلاقا من الشوفة الأمامية اللي كتشبه الروبوتات اللي كاينين في الفيلم الأمريكي The Transformers. وبالنسبة للإنارة أو الإضاءة للخلفية أو للأمامية فكتجي فول ليد، ومنساوش طابلو دبور أو الكونتور اللي كيجي رقمي بشاشة مقاس ديالها كبير من نوع TFT واللي كتحتوي على جميع المعلومات الضرورية أثناء القيادة. ندوزوا لكل ما هو تقني، وكيف ما جرت العادة فهاد الدراجة وخاص غيرها في الحجم ديالها هي ولا المحرك اللي كيجي بسعة ديال 124.7 سنتيمتر مكعب، إلا أنها سريعة لدرجة أنها تقدر توصل حتى 135 كيلومتر في الساعة. وهذا المحرك الصغير فهو معزز بكيلاس عنده 4 ديال لي سوباب، جوج خاصين بلادميسيون أو الإدخال، وجوج خاصين بليشابمو او الاخراج، وهذا هو السر الحقيقي في السرعه ديالها. نهضروا دابا على ابعاد المحرك. لسعه زيت التبديل ديالو هي 1 لتر، وكيجي بقوه ديال 15 حصان مع عزم دوران ديال 12.4 نيوتن متر في 8000 دوره في الدقيقه. وهذا المحرك فهو كيحتوي على 6 ديال لي رابور دو فيتاس، اي 6 ديال التروس في علبه ناقل الحركه. نساو عليا دابا المحرك والسيعه والابعاد وداكشي، وندوزوا الاجزاء والتفاصيل اللي باينه. صراحه عجبتني واحد الحاجه في هذه الدراجه واللي هي خزان الوقود اللي جاني متقون في الشكل الهندسي ديالو، وكيجي بسعه 10 لترات وخا قليله، الا ان نسبه الاستهلاك جد جد منخفضه، يعني ان هذه الدراجه ما كتاكل والو. ندوزو دابا المكابح او الفخيناج اللي كيجي معزز بنظام الـ ABS اللي كلشي ولا عارف الدور ديالو. وكيف ما كتشوفوا معايا فلا العجلة الامامية ولا الخلفية عندهم قرص واحد، اي ديسك في الفخيناج، الا ان القرص الامامي كبر من القرص ديال العجلة الخلفية، وهذه حاجة طبيعية وجاري بها العمل. باش بلا ما ننسى فنظام ماس الصدمات الامامي اي الفوخش فهو كيجي معكوس، وهذه حاجه من الحوايج اللي عجبتني في هذه الدراجه واللي الام تي 07 اللي غلى منها وكبر منها في السيلندر وما داروهش فيها.
ندوزو دابا للعجلات واللي كيجيو بمقاس 17 بوصه واللي العرض ديالهم كبير بزاف مقارنه مع الحجم ديال الدراجه باش يعطيونا نسبه عاليه في الثبات والمراوغات على الطريق كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه لعلو المقعد على الارض فهو 82 سنتيمتر وعلو قاعده الدراجه هو 14 سنتيمتر اي انها عاليه الخوت على الترطوار وهذه ميزه زوينه. والوزن ديالها هو 140 كيلوغرام بدون امتلاء الخزان يعني نقدروا نقولوا 150 كيلوغرام هو الوزن الاجمالي ديالها الا جينا نعطيو كل لتر من البنزين 1 كيلوغرام. بالنسبه للابعاد ديال هذه الدراجه فالطول ديالها هو متر و 96 سنتيمتر والعرض ديالها هو 80 سنتيمتر والارتفاع هو 1.32 سنتيمتر اي متر و 32 سنتيمتر. والهيكل ديالها كيجي مصنع من الحديد على شكل دلتا بوكس ولكن ما نساوش ان البرادوسيون او المقص كيجي من الالومنيوم وهذه قضيه زوينه الخوت. دابا جات وجهه النظر ديالي في هذه الدراجه واللي جاتني شكلا احسن من الام تي 07 ولا الام تي 09 2021. نعاود ناكد لكم شكلا 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 ماشي شي حاجه اخرى. المهم قبل ما نقول لكم باللي وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا بغيت كل شيء يدخل ويتفرج في التيست رايد لا ديال هوندا اكس ادي في 750 ولا البي ام ار 1250 جي اس اللي بذلت فيهم مجهود كبير في التحضير ديالهم انا والفريق ديالي. وما نساوش حتى القناه الثانيه اللي هي رايدر تونين 2 الخاصه بالميكانيك والغنيه بالمعلومات القيمه. وفي هذا الاثناء غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه او نهايه الفيديو واللي غادي نشكر فيه كل من تابعني والكاميرامان ديالنا برازيلي رايدر وريان صاحب الدراجه. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش الانستغرام والبارطاج واللي معاه بزاف ديال لي لايك. وقبل ما نقول لكم حتى المقوله الشهيره ما تنساوش تخليو لينا شي كومونتير يكون زوين بحالكم. ودابا غادي نقول لكم اش تهلاو.